على خلفية الاقتتال المستمر بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس في قطاع غزة، صواريخ غسان ما زالت تهبط على مدينة الزروت، وكخطوة لمنع سقوط الصواريخ وخطوة للضغط على القادة في حماس من أجل وقف إطلاق الصواريخ، قام وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود برك بإعطاء أمر بإغلاق جميع المعابر في غزة وما من حولها ووقف تزويد الوقود والكهرباء من أجل الضغط على حكومة إسماعيل هنية من أجل وقف الصواريخ. والله بأثر علينا، يعني هاي السواقين كلهم واقفين وما فيش في الطرمبات كاز، والمسؤولين الوزراء والرؤساء عندنا مش مهتمين للشعب بالمرة. Israel is applying pressure on the terrorist organizations in Gaza in order to put an end to the daily barrage of rockets against Israeli citizens. We will continue to apply such pressure and use military tactics in order to convince the people that control Gaza that they have to put an end to this, that they have to stop attacking our citizens in southern Israel. We believe that no government would have acted differently. Any government has the ultimate responsibility to protect its citizens. هذا الحصار مستمر منذ صعود حماس للسلطة، لكن هذه المرة إسرائيل تضاعف الحصار الذي بدت تظهر عواقبه على مواطني القطاع في الوقت الذي فيه إسرائيل تريد الوصول إلى صفقة شاليط مع حماس، الأمر الذي من شأنه أن يتأثر جراء هذه السياسة الإسرائيلية.